دشنت مؤسسة توكل كرمان الدولية مشروع الإغاثة العاجلة للمتضررين من أبناء مديرية الوازعية غربي تعز. وقالت منسقة المشروع حياة الدبحاني إنه تم تقديم أكثر من 700 سلة غذائية متكاملة للنازحين من مديرية الوازعية في إطار مشاريع المؤسسة الخيرية. وتمت عملية توزيع السلل الغذائية من مدينة النشمة مركز مديرية المعافر التي نزح إليها المئات من أبناء مديرية الوازعية.